أهلا بكم، صباح الخير، صباح النور، صباح الإيجابية، صباح التفاؤل. اليوم حبيت نشارك معكم فلوغ متنوع فريمون بيان شارجي. حبيت نشاركه معكم وميم طون نجاوب على كم البنات اللي قالوا لي أمينة راكي بزاف رجعتي تغيبي على اليوتيوب. اي با فوالا، فزالي با لا ريبونس، دوك تشوفوا الجواب علاش راني غايبه على اليوتيوب. والله العظيم غير هاد الايامات بزاف راني مشغوله بيان اوكوبي، يعني سبحان الله ما كانش فريمون وقت هكا فراغ نتهلا في القناه تاعي. فريمون الله المستعان. دونك لا علينا، كيما راكم شفتوا الساعه الساعتين تاع الصباح ظهرت لي ندير اون بريوش، قلت باش هكا الغدوه الفطور تاع الصباح، وقلت مع سيتي الويكان وكامل سيتي الويكان باسكو راني ان بو اون روتار، سي بور سا حبيت ندير فلوغ ونلم كامل هذيك المقاطع اللي حبيت نشاركها معكم. دايوغ بزاف بنات في الانستغرام امينه شاركي معنا شاركي معنا. دونك فوالا العجينه البريوش البنات، لاباتا بريوش سون زو بدون بيض، راني سبق وشاركتها معكم في رمضان، تشفاو البنات وبزاف البنات طبقوا الوصفه وشاركت معكم تطبيقاتهم. راني نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. انا نحب نديرها في الليل والصباح، نوجد كل شيء ما مندهنها بالبيض وكامل، والصباح نطيبها. كاين اللي طيبتهم ليه ليه يعني فاتوا ديجا في الصحراء، وكاين اللي خليتهم الصباح. دوك تشوفوا معايا علاش البنات انا نخليها تبات ليله كامله، باسكو تجينا هذيك الطراوه والهشاشه، وسورتو تجينا بزاف مقطنه، اي اون بليس نحطوها وفخي باسكو سا غالونتي لا فيرمونطاسيون، يعني ما تطلعش بزاف البروده، الفخان شويه تخليهاش تخمر بزاف. وصباح حطوها في الطيب في الفور عادي، واش نقول لكم اون ديغي راكم دون اون بولونجري. بالعجينه وحده البنات درت وجدت كريم باتيسيير، تاني سبق وشاركتها معكم عدات المرات، سي بوغ سا ما تشوفوش معايا الطريقه كامله. دونك بعجينه وحده تاع لابريوش درت بها دي بتي بان او بيبيتو شوكولا كما راكم تشوفوا لهنا، هادو تاني الصباح ونطيبتهم. درت تاني بريوش نونتيغ اللي شفتوها معايا الاولى، وهادوك لي بتيت بريوش. وفي الصباح دونك نهار واحد اخر سخنت الفور تاعي وحطيت لا بريوش تاعي طيب، ويعني ما شاء الله جاتني ان تري بيل بريوش. جوست برك البنات قبل ما تعاودوا تحطوها طيب ادهنوا لها الوجه تاعها بصفار البيض وخلاص، ومن بعد دونك تحطوها طيب عادي، خليوها تبرد يا بريف زالي ديمولي لو بودان تاعي هذاك تاني اللي شفتو حطيت فيه لا كريم باتيسيير لي بيبيتو شوكولا. تحبوا ديروا دي غيزان سيك ابخي كل واحد الذوق تاعو، لازم يكون بارد باش تقدروا تقصوه، سينو فوالا نحطو يبرد. انا نشتي نقصهم شويه رقاق يعني مش خشان بزاف باش يجينا هذاك لو كوتي فيتي، ومن بعد وهما سخان سوا تدهنوهم بالعسل ولا بلا كونفيتور دابريكو، هذا يبقى اختياري، ولا جوست تدردرو عليه شويه سكر غلاس. دونك هذه هي كملنا الكوتي بريوج، نرجعوا دركا لي كريب. ميلان وبتي داجي بزاف يحب لي كريب، تاني نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف لهنا ما تشوفوش الطريقه كامله، يعني حبيت نفرحهم ومعايا يديروا لا غاس ماتيني، والصيف يعني ما ينوضوش بكري، قلت بوكوا با ندير لهم هكا وجبه فطور هكا فيها لا بريوش فيها لي كريب لي شوكولاتي توشو، يعني هكا باش نفرحهم. ودايوغ مساكن مع العام الدراسي كان شويه صعيب عليهم ولا بيريود تاع الكونفينمون اي تو، قلت بوكوا با هكا الصيف مره على مره نفرحهم بامتي ديجوني هكا رويال. كاين دي كريب اللي درتهم كبار عادي، وهذوك الصغار مرجان بزاف يحبهم، يحبوا يديروا فاش كيغي ولا يديروا تارتين دو كونفيتور ولا نوتيلا ولا عسل كيما يحبوا. درك نخليكم تكملوا. هذه كانت طاولة الإفطار تاع الويكان، إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من الأفكار وصفات يعني خفيفة ظريفة.
عصير فواكه البنات سبقوا شاركته معكم، درت لكم بزاف في رمضان عصائر دي كوكتيل وكامل، ودايما سون سوكر اجوتي. دوك نحط لكم كامل الروابط في صندوق الوصف، يعني سورتو المتتبعات الجدد اللي دخلوا في القناة يعني يشوفوا هكا الوصفات بصح ما يلقاوش يعني طريقة التحضير، راني نحط لكم الروابط في صندوق الوصف. وهاي ليكم البنات لابغيوش، قصيت لكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش مقطنة وهشيشة وخفيفة، يعني ان فغي ديليس وسورتو با ترو سكري، ماهيش بزاف حلوة. دونك هادي هي. جديد وقضية جديد ووجبة غداء جديدة. دونك كيما تشوفوا لهنا، كي يكون ما عنديش الوقت ويكون عندي فريمون دي جورني بيان شارجي، درت الكسكس دايوغ، عندي بزاف ما درتوش وما وليداتي تشهواه. عندي مرجان يحب الكسكس بلي بولات دو فياند توجور نحط له لي بولات دو فياند في المرقه، قولوا لي نتوما تاني ولادكم كيفاش يحبوا لي بولات دو فياند. باغ كونتخ لي فياند روج نو اي سوبورت با، ما يحبوش دايوغ كيما انا، نحبوا غير الدجاج. ومن بعد البنات كان في العشيه كان عندي ان رونديفو باش ندير ما راديو سيرفيكال، باسكو تو لي 6 موا لازمني ان بتي كونترول ابري لوبيراسيون اي تو سا. بنات اللي سقسوني في انستغرام مازال المرض، مازال الفيروس. تاني هذوك التحضيرات على الوقايه وكامل، يعني مازال كما راكم تشوفوا لهنا في لاسال داتونت، يفو بيان غاردي لي ديستانس، هذاك لو جيل يفو بيان ديزانفيكتي لي ما فريمون. دايوغ مو هذاك النهار تشفاو جو بارطاجي معاكم في انستغرام، نهار دارت لي سخانه plus de 3 jours, il faut passer un test. Alhamdoulillah, moi mon test était négatif. Ça c'était super douloureux, le test le Covid-19. Donc il faut faire attention. Alors mazal mard, donc gardez bien vos masques, gardez bien avec le gel pour désinfecter les mains. والله يجيب الخير ان شاء الله. دونك فوالا ان شاء الله راني جاوبت على الاسئله تاعكم. ومن بعد جو في ام تي تور كارفور ماركت، دونك هزيت الحوايج اللي احتجت فريمون بس كنت عندي une commande et tout. Donc voilà, je fais le benet la gousse de vanille ou chalaï ralia. Donc le benet les gueules les filles Instagram amina la gousse de vanille ou chalet ben comme voilà rani ou le comme moi qui n'ai pas vraiment des promos ou la grosse quantité n'est ou là surtout sur internet. Des fois il y a des promos qui te donnent une grosse quantité, sinon ben je à l'unité c'est vraiment trop cher. دونك لا علينا، ومن بعد راح نديكم دويره معايا. رحت انا ومنامي صباح، سيتي ان ديمونش ابخي ميدي، رحنا سالون دي روز. البنات اللي ساكنين في ليون راهم يعرفوه، ان سالون تي ريزيرفي او فام غير للنساء فريمون. جوزنا واحد الوقيته ما شاء الله، يعني تجيب لك ان كافي غورمون ان تي غورمون، لي بري فريمون سي ريزونابل، ميم لا ديكو جي ادوري. معانا نشتي الغوز ما نقولكمش. درك نخليكم ديروا هذه الجوله صغيره ونرجع نشوفوا البقيه مع بعضنا.
fait, moi j'ai pris celle-là, elle est trop belle. Côté bijoux, le bnet, tout ce qui est bijoux, montres, aussi, accessoires beau, et tout, c'est ma copine Firouz. Vraiment, elle a une très belle montre, accessoires et tout. Vraiment très chic, 15 années des modèles classiques. Donc, on a mis le rawabit dans le khloss. Si vous voulez commander, allez sur sa page Instagram. Vraiment, mashallah alayha. Voilà, انا هديه لا بوكل دوغاي اللي عجبتني فريمون جي ادوري كلشي هايل يعني سي tu te contrôle pas تهزي كلشي وتروحي دونك فريمون عجبتني يا موديل سامبل رافيني يعني كيما نحبو بقى لي هذاك لو كولي قلت لا بروشين فوا جو في الكوموندي ان شاء الله وانتوما ثاني دونك نيزيتي با دالي فيزيتي سا باج كنكون كملت الفلوغ تاعي ان شاء الله يا ربي كنتو جوزتو وقيتها مليحه معايا واستفدتو من هذيك الفكره تاع الفطور فطور الصباح نختمها بهاد الطلبيه هاد لي داني طون كاين بزاف لي زانيفرسير يعني ما شاء الله كثرت الافراح وكثرت لي زانيفرسير حفلات النجاح ميني برغر avec des cupcakes et tout vraiment c'était une bonne quantité ما شاء الله عيتني مي بون دونك سا ما في بليزير دونك فوالا نخليكم بخير ونقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله في دوتغ فلوغ ان شاء الله راهم جايين جوست برك سامحوني منين نلقى الوقت نشارك مع خواتاتي ومره على مرة نطلع عليكم خليكم بخير نقول لكم بون ويكاند ويا تري بيانتو ان شاء الله في امان الله بسلامه